لكن الاطرق العيان طبعا هيبقى نايم الاطرق اسبكت يعني الجزء اللي بره من الفوت هيبقى نايم على الكاسف. يستحسن طبعا ان انت ترفع رجل العيان 15 ديجري تمام 15 ديجري بباده غالبا ده احنا ما بنهمش الكلام ده نعم زاوية الري بيبقى 90 تمام تمام السنتر بتاعك بيبقى ايه عند ميديان باكس تمام الكالكينيوس الكالكينيوس له اثنين فيوز الاكزيال والايه واللاترال الاكزيال بشوف فيه الكالكينيوس مفروض كده والصورة دي طبعا مهمة جدا عشان الكالكينيوس اصلا وخصوصا لو العيان هو الكالكينيوس بيحصل له فراكشرز اكتر حاجة ازاي؟ هتكون واقف تمام؟ فغالبا لما انت بتعمل اللاترال انت ما بتشوفش الفراكشرز واضحة انت كل اللي بتشوفه ان الكالكينيوس بيبقى ايه؟ ديكريز ذا هايت يعني داخل في بعضه كده يعني بدل ما الكالكينيوس يبقى واضح يبقى راكب على بعضه او يعني شكله اصغر من ايه من الطبيعي تمام؟ فمضغوط هيبقى روتنانس فانت لما بتعمل الاكسيال بقى بتشوف الفراكشر بقى لو في فراكشر معدي كده لو في فراكشر معدي كده هتشوف في الاكسيال تمام فالاكسيال احسن من اللاترال في حالات التروما بتاعت الكالكينيوس تمام الاكسيال ده بيتعمل ازاي بقى دي ممكن اجيبها تاني ده الاكسيال ده الاكسيال بيتعمل تمام الاكسيال زيه عادي خالص انا بخلي العيان زي السي فيو زي الانتو يا جماعه بس بقى الصوت اللي عايز يسال بصوت عالي انت في حد في اسئله في الفات لا طيب الاكسيال فيو العيان بيقعد زي ما قعدنا في الانكل مفيش مشكله هيقعد سوباين او يقعد سيتنج تمام بس هي الفكره بس انا اتاكد ان العيان عامل كرسي فليكشن تمام انا ممكن طبعا احط باد او احط حاجه تسند رجل العيان بس مش هتشدها او ممكن العيان يزقها مثلا لو هو عنده تروما او كده فاحسن حاجه ان هو تديله شاشه وتخليه يشد الايه يشد الفوت عليه واعمل الفيو بتاعتي بحيث ان هي تبقى دايركتد 40 درجه دايركتد 40 درجه ايه كرينيوم تمام والسنتر بتاعي يكون المفروض ايه عند البيز بتاع الفيرست متفصل جوه يعني اجي عند الصبع الصغير ويبقى ده السنتر بتاعي واعمل الانجل بتاعتي تكون ايه كرينيوم 40 والعيان يكون عامل دورس فليكشن واتاكد من كده بحيث ان انا مديله حاجه وايه ونشد عليها الايه الفوت بتاعته واضح عند نعم ما هو ما انت مش هتطلع فيه كويس لما تعمل كده حاسس بقى في الانجل بتاع الجهاز اتحكم بقى في الانجل عايز تزود انت الانجل يعني زود الانجل لو مش مهم مش ماشي بس يعني برضه هو العيان لو العيان نايم كده وعامل لك كده هجيبك الحين لا يبقى الجبس يا دكتور مش هيعمل حاجه خالص وعاوز له برضه انجل شغل حاجه ثانيه ماشي انا عارف ان شغل حاجه ثانيه يا جماعه وهي ما شلمت بص يا جماعه بس واحده بس هو لو احنا عايزين نطلع حاجه صح ما حاجه صح اولا انت بتقول العيان جاي في جبس العيان جاي في جبس اصلا هو متجبس دورسي فليكشن تمام فانت مش محتاج اصلا تعمل له دورسي فليكشن جميل العيان اللي بيتوجع هتقول له امسكها ويستحمل شويه وتعمله هيبقى احسن برضه ان انت تظبط الانجل بتاعت السنتر هنا السنتر عند السيرس اللي بتفصل جوه تمام البيز بتاع الفيرس بصوا يا جماعه يعني مبدا ايه ان هو العيان بيبقى جاي في وجع اللي هو العيان جاي مش عارف ماله جاي ماله كلنا بنتعرض للحاجات دي يعني احنا واحنا بندير شغل اشعه تلفزيون لما العيان بيبقى مثلا ايه ممكن العيان يبقى او عنده حاسه او 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 وبيتوجع تحت ايدين تتصفح تمام يعني ماشي انت ممكن يعني انت معاك ويندو ان انت تعدل في الانجل بتاع التيوب او كده بس لو الصوره طلعت وحشه ما انت عارف ان الحل الوحيد ان العين يعمل كده. وما تخش الصوره الغرونه هتعمل ايه؟ نعم؟ تخش الغرونه. ما تنساش. انت هتتفق معاك. ماشي يا جماعه بس احنا بنتكلم انا عارف ان هو يتفق تمام؟ هو ممكن يتفق اصلا يعني بحيث ان الري يبقى جاي من بره. هي ممكن بس يعني مش هيطلع حلو زي الفيو ده يعني انت هتاخد الري بحيث ان الري يبقى جاي من ورا لا العكس ماشي بس مش هيطلع كويس كده يا دكتور اسهل من ايه ده اللي انا بقوله يعني انت دلوقتي بتقول لو الوضع صعب على العيان وهو جالك في دروب انت هتنام العيان دروب انت خد له الفيو
مش منطقي يعني اصلا اي فيو بيتاخد بروت اصلا بتقدر تنزل العيال في دي الصور محلات الكروما تمام ده كالكينيس في فراكشر اهوت لو احنا نقارن بين الصوره اللي فاتت شايفين الصوره دي الكالكينيس كان حلو ازاي شايفين الصوره هنا الكالكينيس في فراكشر هنا اهوت وفي فراكشر تحت هنا تمام مضغوط اللاترال هو تقريبا ذا سيم زي اللاترال انكل يعني هو هو بالظبط بس انا بغير السنتر بس بخلي السنتر بتاعي تحت الميديال مانولس يعني بدل ما كان الميديال مانولس في اللاترال فيو بتاع الانكل انا خليته ايه بوصه او 2.5 سنتي تحت الايه الميديال مانولس بحيث ان السنتر بتاعي يكون على الكالكوليس تمام ودي الصوره هي في الاكشن اهو تمام ودي الصوره فيها ايه سبيريا يعني شوك تمام شوك عظميه يعني في بتطلع في الكالكينيس من تحت هي المشكله ايه في الشوكه ديت ان هي بتضغط على الـ على الـ على السوفت تيشو اللي تحتها السوفت تيشو اللي تحتها ديت فيه فشل تمام اسمها لقطه فشل تمام دكتور عصام قال لكم يعني ايه فشل لسه الفشل ديت يعني حاجات من اللي هي ايه اللي بتغطي العضلات يعني تمام فالفشل ديت بيحصل فيها ايه اريتيشن او التهاب تمام فبيسموها بلانتر فاشيال هو الشوكه دي بتعمل حاجه اسمها بلانتر فاشيال بس وهي اللي تعمل ايه بتجيب لك العيان بقى بالاعراض ديت كده يوريك اسيد عادي لا لا مش يوريك اسيد لا ملهاش علاقه بالجوز يعني هي بتطلع لوحدها يعني جزء من الديجنريشن والله يا جماعه يعني يعني خلاص مش بس ده سؤالي بي سي بي يو وهيبقى مكتوبه على اسمك على فكره ماشي يا جماعه اخر حاجه الفوت تمام الفوت عشان تسيله اللي احنا بنسميه دورسي بلانتر طبعا ما حدش بيقول عليه دورسي بلانتر يعني بس هو مكتوب في الفوت دورسي بلانتر عشان لو حد ايه دور ممكن نجيبه لكم في سؤال بي سي كيو ايه دورسي بلانتر فيو بتاع الدورسي ده هو دورسي بلانتر هو الفوت تمام بعد كده اللاترال والبليك لما يجي لك عيان دايابيتس فود تمام بتاخد له فيوز ايه بقى عشان دي مشكله كبيره لا 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 اعمل له ايه بي ولا بي واحده واحده واحد بس اللي يتكلم اللي ياخد له دي يا دكتور اي بي اوبليك ايه اوبليك فود اي بي اوبليك فود اي بي اوبليك فود اه اه دايابيتك فود دايابيتك فود عشان بس الموضوع ده كان ساعات يعمل مشكله مثلا في البطن كان العيان مثلا يجي يقول لك ايه مثلا دايابيتك فود وتطلب له 2 فيوز وبعد كده الدكتور يطلعه لك ثاني يقول لك انا مش شايف مش شايف ايه بقى يعني لو عملنا اي بي وبليك زي ما انت بتقول انت مش هتشوف كل الفود هتشوف الفود بس هو عايز يشوف حاجه ثانيه في دايابيتك لا مهم اللاترال لازم لاترال لازم تدي لاترال تمام يعني هو يا جماعه حتى لو هو بعت لك الدكتور بعت لك فوت اي بي اوبليك دفعه زياده وعمل له رفع عشان شوف الانكل جوينت وتشوف الفيديو مال الفراكشر انا بقول حاله دايابيتس ايوه انا عارف والله ان هي لو كانت الترجيس خلاص كفايه الاي بي اوبليك ما هو دفع المريض احسن ما هو دفعه ويشوف الانكل جوينت يشوف السوفت تيشو بتاعت السول احسن دفعه وضع زياده كمان واعمل له فحص صح جايب الفيوز كلها وجايب السوفت تيشو وجايب مثلا لو في ألسر تحت في السول الألسر هتبان ازاي معاك في الفيديو مش يقسم الفيلم وياخد ثلاثة فيو خلاص يقسم الفيلم ممكن يقسم الفيلم تاخد ثلاثة فيو يعني انا قصدي في ايه؟ ان انت ده الصح يعني الدكتور في الاخر ممكن يبعته لك وما قايل لك ايه؟ طب انا كنت عايز اشوف الكالكينيس كويس انت في الفوت اللي بيه والوبيك مش هتشوف الكالكينيس كويس تمام؟ الكالكينيس ممكن يكون فيه ايروجن من تحت مش وانت يا سيدي وانت شغال تمام بص على العيان وبرده العيان ده دايابيتك فوت ممكن تكون رجله ملفوفه وانت مش هتفك اللثه كلها فما انتش شفت رجل العيان مش هتلمسه فمش هتشوف الالسر مش هتشوف الدنيا فيها ايه ممكن تكون الدنيا كلها عند الكالكينيس وهو محتاج لثه فيعني ايه الفوت من الحاجات اللي هي ايه مش دايابيتك فوت العيان بتاع القدم السكري ده انجز نفسك واعمل له الصح حالات الدايابيتك بس تمام حالات دايابيتك حالات التروما هو الدكتور اللي بعته هو شاكك فيه هتعمل له فوت بي وبليك ايا كان تمام بس في حالات الدايابيتس خد بس تمام هو مين اللي في البطن يا جماعه
مين معنا في البطل؟ كمال عطار. طبعا اكتر مكان فيه دايبيتك فود بتوع البطنه تمام، فاحنا على طول يعني كانت القصه دي على طول بنتكلم فيها. العيان يطلع يطلب مثلا اي بي لطفه يقول لك لا ده انا يوم يطلب اي بي يقول لك لا ده انا كنت عايز اللطفه، فانت انجز نفسك وخلص القصه. في مشكله في السيارة يعني عمي العبدية شغل السندر هو ده خلاص يا عم ما تدفعش العبدية لا مش هيقول يا جماعه بتاع الاي دي العيان بيبقى قاعد وعامل فليكشن للهيب وعامل فليكشن للنيه على الترابيزه تمام. هي طبعا ممكن تكون مريحه وممكن تكون ايه حاطط باب ومديها ايه 15 ديجري تمام، هو ده الصح ماشي. لو انا حاطط الباب هيبقى اللاين هيبقى السنترال لاين بتاعي عمودي تمام، هي الصوره دي غلط ماشي. يعني هو المفروض اللاين هيبقى عمودي لو انا حاطط الباب اللي عامله 15 ديجري تمام. لو انا عامل رجل العين كده انا هاخد التيوب انجل 15 ديجري عشان تفرد العظم على فكره ايه انت ترسي مش تبقى ستريت على الترابيز تمام، فانت يا هتاخد زاويه بالانجل يا هتاخد زاويه برجل المريض تمام. 15 ديجري كرينيو يعني لو رجل العيان نايمه على الترابيزه كده من غير ما تحط الباب وده الوضع في كل الاماكن هتاخد 15 ديجري كرينيو ايه ده كده الانجل شويه تمام. لو انت حطيت الباب تمام والباب دي بتدي 15 درجه ارتفاع زي الصوره اللي فاتت تمام، هتاخد الزاويه فيرتيكال عادي زاويه عمودي تمام. السنسر بتاعي طبعا بيبقى فين؟ بيبقى عند النافيكولار تيبروستي يعني العظمه بتاعت النافيكولار بحسها وده السنسر بتاعي تمام. واضح؟ نعم. الكاس نفسه بيعمل انجل، لو الكاس اتعمل انجل هتبقى الزاويه عمود. لا لا ما هو محمد لو انت عامل انجل مع الكاس يعني لو الفيو ده شايف المنظر ده الكاس اهو وانا رافع رجلي شويه خلاص، فالشعاع هيبقى عمود. ده وانا عايز اخلي التيوب واحد واحد يا جماعه تمام. مش هتعمل انجل، هتعمل انجل ليه؟ هو صح لا صح لا رجله مش هو يا دكتور عندي في انجل اصلا بتفوت نفسها. انت عايز ترفع رجله بس يعني من غير حاجه مضمومه تحط حاجه تحت رجله يعني انت عايز الصوره تطلع عايزه يا ابني شغل ازاي ده؟ لا انا مش عارف ايه هو عايز ايه هو عايز ايه يعني واحده كلام تاني اهو صح بس يا جماعه ماشي ما هو اصلا الراجل العيان اصلا اللي حطها على الكاسه هي اصلا مرفوعه يعني هو رجله لا يا جماعه